السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمستشفى جديد تم إنشاؤه في بلدية بيرتوتا حوالي 30 أو 40 كيلومتر عن مدينة الجزائر العاصمة. وهذا المستشفى أو يسمى كلينيك تابع قطاع الخاص، وفيه كل مستلزمات الطبية والجراحية. إذن هنيئا لناس بيرتوتا، وإن شاء الله المزيد من هذه المنشآت التابعة للخواص اللي سوف تساعد أكيد في تحسين الخدمة الصحية في الجزائر وتدعيم المنظومة الصحية بصفة عامة لجانب المستشفيات العامة. إذن نترككم تتابعون هذا الفيديو، والسلام عليكم.